مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الفريدة التي قلما نسمع بها، وهي من الأسماء الخفيفة والجميلة التي تعطي من تسمى به الكثير من الرقة والجمال. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم فيان. فيان اسم علم مؤنث ومذكر من أصل كردي، وقيل أن معناه المحبوب أو المحبوبة التي يحبها الآخرون لأخلاقها وعطفها وذات الرقة والحنان، ومن تحب وتحب. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة ذات شخصية منفتحة تدفعها للظهور والبروز في محيطها. تعيش في الحياة بطريقتها الخاصة التي تميزها عن الآخرين. متواضعة وواقعية، تبحث عن المثالية في من حولها باستمرار. صاحبة قلب طيب وحنون، تشفق على الضعفاء وتدافع عن المظلوم. من السهل عليها أن تقول لا متى كانت مقتنعة بذلك. صفات حامل هذا الاسم: إنسان متحرك ومتقلب ومتعدد المواقف. يستخدم الذكاء في الأمور الطيبة لترتفع مكانته وتتحقق طموحاته. يتأثر بآرائه ومواقفه المحيطون به. خفيف الظل ومحب للوناسة والفرفشة بدرجة كبيرة. لديه خاصية جمع المال والإنفاق بسخاء. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم فيان؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.